الشمس أو ظلها. البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو زي ما ساب أبونا. والله يا ولد أبوي الدنيا داقت لحد ما قربنا نتخنق. أنا بعت الأرض كلها على عيب بنت الكبيري ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم تيه الحديث الماسخ ده يا ولد أبوي؟ براوي إيه وكلام فاضي إيه؟ أنت هتخربط في الكلام ولا إيه؟ معلش يا أخوي زلت لسان. الله ده أنت هتتمجلد علي عاد. الله هتمجلد عليك ليه؟ أنا توحشت البلد لما وصلت قلت عدي على أخوي، مش دي الأصول؟ كلك واجب يا أخوي، قوم أنت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب واجيب لك جلابية تلبسها بدل المطربة دي اللي جايبيها من السفر. لا ما تتعبش نفسك أنا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد أبوي؟ ده أنا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجة كده. يومين؟ ما تخافش يومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد أبوي، خلي بالك من روحك أو تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور عريتنا منك لله. سلام يا أخوي. يعني خلاص مش قادرة تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي لحد ما يمشي. بلا خوتي حسن. لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما اموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كيه. انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر زي ابوك. الله يرحمه. فاكر دي شجرة ابويا الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيه، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتح على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. الفتح بسم الله الرحمن الرحيم. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا أبواب اتقفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركه. البركه هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي أنا كنت أدخل البيت أشوف طاقة نور منور البيت كله. صح ما يقعد على المداود غير شر البقر. آه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أقعد يا أخوي مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان أخوي. أنا ما مليش عينك ولا إيه يا ولد؟ أخوك هياكله والمحمر والمشمر، خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه اللي قبليه. اخوك حيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك
علشان يجوا يسلموا عليه ويستباركوا بيه. انا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، انا جيت بس علشان. جيت لوحدك؟ والله ورثك اللي جلست لك. ها؟ قول لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزه في اي وقت يا ولد ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله يا اخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده؟ ده يموت ولا القرش يطلع من كمه. هو في كرب اكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. حاشا عايزك تبني لك بيت جاري هنا. وايه فايدة الحيطان اللي هنبنيها؟ كتر خيرك يا عمي. لا ما انت ما هتهمنيش تاني، انا ما صدقت لقيتك. خلي البركة تحل ولا مستخسرها في عمك يا ولد. حسن ما حدش هيغسلني ولا يقرا على قبري غيرك. حسن ليه تحملني الامانه الواعره دي؟ بعدين ما حدش فينا هيعرف مين هيسبق التاني. عادي ربنا يطول في عمري لحد ما اشوفك مرتاح زي زمان يا ولدي. الدنيا ما ضاقتش يا حسن، ورب عشية يا رب بكرة. اتجوز يا حسن، اتجوز، خلينا نفرح بعيالك وسطينا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. آمين. ربنا يصبرك ويعوضك ويهون عليك. انت طول عمرك مع ربنا، والمؤمن منصاب يا حسن. ايوه المؤمن متصاب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا.
يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وراحة والدك. وديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار. هاي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لواحد. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هاي فتحت. انت اللي جاي من ورا وخبطتني، وحياة امك ما يسيبك الا تسمع. والله لو اوريك بجد الكنس الاسم ده انت مش هتطلع منه اساسا. اقرا اقرا وانت مش مسجل غير في الاسم. حاسب يا ابني الاسم ده اساسا انت مش هتطلع منه. يا ليك شايف يا عمنا، انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنازين، شوف الافتراء بتاع البنازين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى وراح ارفع عليه قضيه، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه، خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعال امضي هنا. يلا مهندس، كتر الف خير. يا ولاد ما كنتش طولت ولا ربع جنيه، دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو مده منوره. ماشي. بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، ليلي. صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول
نفسه أو ما يقولش ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهونش عيني يا عيني يا ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقول ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. بحسبك يا زمان ممكن تراعيني أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن أنا متلع عندك معايا لم تراعيني لكن بعود وامتسل وأقول نسيك علي نعم. الناس دي اتجننت، الراجل ده لو وصله حد هناك مفيش يقف معايا في الاسم وفي الاخر يقتل عشان كام؟ ده كاتب ان اللي معاه 5000 جنيه وشويه فكه. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض. تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقول لك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسمه شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ. انت ما شفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكل له محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو؟ ايوه يا متر.
انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل المدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد مفيش غيره، هو الإعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، أنا مش مجنون، أنا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني علي ليه؟ ها؟ وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت إليه من أسئلة، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي أمرنا نحن وكيل نيابة الخليفة استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإيراع التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره إن هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي! ما وكلتش محامين يدافعوا عني! أنا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمة. كريمة مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربان. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعجبوني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خذوا يا ابني من هنا، خذوا على الحبس. أنا اللي قتلتهم حركتهم، حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم إلى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقلية. أنا قتلتهم وحركتهم. اعدموني، ارحموني من العذاب اللي أنا فيه. ابعت يد الإشارة دي بسرعة، خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبة. تبقى إنه مجنون. تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشه. مادام انت عارفه كده، جبتيه عالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ ليه دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدول يهديه شويه. مهندس زراعي؟ تبقى تفعص انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. ايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض. انا لمحتك داخل من العنبر قلت الحقك بفنجان القهوة المتين. انت استاذ، قول لي اخبار الحاله اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. دكتور اشرف كشف عليه؟ رافض يا دكتور انه يكشف عليه، ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحى بقى ناديني،
عاوز ادردش معاه شويه، افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. أربع ساعات على الأقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. أنا عايز أأكد لسعادتك إن مش ممكن يكون قتل. ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت ازاي؟ اللي سمعته سعادتك ان انبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى النار ماسكة في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الاهالي حشوه بالعافية. قعد فترة طويلة قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجأة باع المزرعة وجاء عندي الدار وطلب ان يكفل 3 ولاد وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه واختفى بعدها وما سمعناش عنه اي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان ايه؟ عشان يسرق صندوق نزور؟ معقولة ده؟ هنعرف، احنا لسه بنحقق. طبعا دي بدبرسي، حالة اكتئاب عميقة.
بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. ساعات على هواها نضحك ساعات على جريلنا وساعات مزعنا الفار يا واخدانا معاها ماشيانا على هواها نضحك ساعات على